فكرة، امبارح كل الليل وأنا عم فكر بالدكتورة. بأي موضوع؟ بموضوع الاهتمام فيك يلي فيه مبالغة ما بتتصدق. ايه وشو طلع معك؟ بعد ما حللت الموضوع مزبوط وبرمته براسي فوقاني تحتاني، طلع معي انه هيدي البنت عم تلعب على عواطفك الأبوية وعم تعمل عليك مسرحية الهدف منها واضح كتير. يعني سألي عنك ودرس الموضوع وعرفين انه ثروتك الله يزيدها مبحبحة وما عندك ولاد وعم تفوت عليك بهالطريقة، وفي براسة شغلي وحدة بس، مسؤوليتك. ما بقدر اشرح لك حالته. لما كان يحكي معك كان كله حياة، هلأ لما ما عاد يترد عليه صار كئيب ورجع ضغطه يعلى ورجعت حالته لورا. أنا بحياتي ما شفت ولا سمعت عن حب حقيقي وصادق مثل حب إيدي لأمي كرولا. مشغول بالي عليه، ما بقدر أتركه يتعذب هيك قدامي. خلص صار لازم يعرف الحقيقة. أنا بقول خلينا نجمعهم ببعضهم بطريقة نعطي فيها مجال للماما تخبروا الحقيقة بنفسها، وهيك بتكوني بقيتي على وعدك لإلي وأنا بقيت على وعدي للماما. فكرت كثير بهالموضوع صدقيني ندى، وما لقيت إلا طريقة واحدة. خلصت حكيك وتحليلاتك؟ خلصت. أنت ما بتعرف ريان مثل ما أنا بعرفها. مجرد ما تطلع بوجهها وبالصدق يلي بيطلع من عيونها لازم تعرف إنها بعيدة كثير عن التهمة يلي عم تتهمها إياها. لا مش بعيدة، مش بعيدة أبدا. لو النصاب فيك تكتشفه من عيونه ومن وجهه كان ما حدا قدر ينصب على حدا. لو ما انت مثل خيي وبعرف قديش امري بهمك ما كنت سمعت لك تحكي عن بنتي هيك. ولك حاجه تقلي بنتك هلكتني. لو حدا سمعك غيري بجرسك بيقول عنك اخوت. حاج يا زلمه شو هالتمثيليه اللي فايت فيها؟ روح على وضعك بقى، روح اتجوز وجيب اولاد بعدك بتلحق، وبلا هالمسخره والرومانسيه اللي فايت لي فيها. ما حدا بنتك الا البنت اللي بتكون انت بيها الحقيقي. صدقيني هي أفضل طريقة مقنعة وفيها كل الظروف المناسبة، بتحطيها قدام الأمر الواقع. لكن رح حضر الموضوع ونبقى على اتصال. عرفتي إنه ألان بلش الشغل مع بيو؟ إجا لعندي على المستشفى وخبرني وبعت له ورد. مرسي كتير لإلك ريان. بهالأيام ألان بحاجة لوجودك تكوني حده. نحن أهل ولما بيحتاجني أنا موجودة، لكن لما بيحتاجك هو رح يقلك. باي ندى. باي حياتي. هاي ما بقدر بلش نهاري قبل ما اسمع صوتك. الظاهر مغلبط بالرقم. انا ريان مش ناريمان. يمكن اغلط بالرقم مزبوط، بس مش ممكن اغلط بالصوت وبالاحساس. بالصوت معقول ما تغلط، بس بالاحساس بشك بالموضوع. لكن اعطيني فرصه خليني اعبر لك عن احاسيسي. ما في لزوم، وفرن لناريمان. أنا ما عدت آمن إلا بإحساسي فيكي. هيدا تصريح خطير ريان. الطريق اللي بدي وقررت أمشي فيه ما بيوصل إلا لعندك. من وقت ما عرفتك كان جواتي إحساس بيشدني لعندك، كنت قاوم هالشي حتى تأكدت منه. أنا بحبك وعم صارحك بهالشي. بالأول لازم تتصارح أنت وناريمان. ما بقبل تحكي معي بالحب وبحياتك في إنسان كنت تحبها. الحب مش لعبة أنا، مش قميص بتلبسها بترجع تشلحها. الحب استقرار وإخلاص وعيلة وبنات. العالم مش لعبة وفهمك كفاية. باي.
ألو ماما؟ إيه ماما؟ عزمي صديق لعنا على الغداء وحابب كتير يتعرف عليك، ممكن تكوني بالبيت؟ وليه ما بتعزمي لبرا؟ هو طلب أعزمه على البيت، ما بيحب أكل المطاعم وحابب يتعرف عليك، بليز وافقي. أوكي حبيبتي، ما بدها بليز. بعد عندي طلب تاني. قولي شو بدك؟ يمكن اتأخر عن موعد لأوصل على البيت، بليز تقبلي منيح لكنت وصلت. حاولي ما تتأخري لأنه ما بعرفه وما بعرف شو بدي أحكي معه. أوكي، رح أعمل جهد أوصل على الوقت. ما قلتي لي شو بحب يأكل حتى أقول للعشي؟ مش مهم شو عاملين، بيأكل. باي ماما. باي. إذا كان عريس رح أكرهه من هلا. مسيو بركي؟ إيه ريان؟ الست رولا اقتنعت تشوفك. كيف قدرت تقنعيها؟ لما تقبلها هي بتخبرك، مهم وعدتك تشوفها ونفذت وعدي. ما بعرف شو بدي لك. مش مهم تقلي، مهم تقلها. يلا اكتب عنوان بيتها. خلص رح كون عن موعد. خبرني شو بيصير معك. حاضر، باي. ألو فؤاد؟ إيه مات. ألو أصحابك، وصلني فاكس من محامي المجرم، بدهم معلومات عن الشركة. عمال اللازم. مرحبا. أهلا. بالإذن. يمكن لأنه البعد بيشفي من قوة الصدمة وعمق الجرح، كرمال هيك ما رح أعمل أي ردة فعل احتراماً لوجودك ببيتي. بشكرك لأنك قبلت تستقبليني. أنا ما قبلت استقبلك، شفتك قدامي فجأة واحترمت وجودك بالرغم من إنك خنتني وطعنتني وغدرت فيي، وراجع عن جديد تدخل على حياتي وناسي مينك أنت وشو عملت فيي؟ مش صعب دافع عن نفسي، ولا صعب برهنلك انه اللي صار عكس تماما اللي انت مقتنع فيه. رولا، انا مش كل المشكلة، انت جزء كتير كبير منها. ما تحاول تدافع عن غلطك وتحمل لي معك المسؤولية الا اذا كنت مش مستوعب اللي صار. رح قلك ليش انت جزء كبير من المشكلة وقدي غلطتي بحقي.
هيدا الكلام اللي حاولت تقنعني فيه بالماضي إذا بعدك مذكر. لأنه حقيقة، والحقيقة مهما مرقت عليها سنين ما بتتغير، مثل الحب الخالد ما بيتغير، مثل حب لإلك ما بيتغير. بعتقد سمعت مني على التليفون انك الحب الوحيد بحياتي، هيدا كمان حقيقة، وللأسف ما عاد فيي انكره. وشو المانع نرجع نبني هالحب من جديد؟ ما بنقدر، لأنه حبنا باقي بالماضي وما إله حياة بالمستقبل، وما فينا نرجع اللي كان. منحاول، بيصير فينا مثل اللي بيبني بيت بقلب الزلزال، لأنه ما فيك تلغي ريحة الخيانة بريحة الورد اللي كنت حامله معك. هالمرة مش رح اسمح لك ترجعي تقتلي حبي لإلك، وأي محاولة رح أرفضها، ورح ضل وراكي لا أقنعك إنك ظلمتيني وظلمتي نفسك. وإذا بقلبك ما عاد فيه إلا الأسود، مش معناتها إنه اللون الأبيض مات. دفعت عمري حق غلطة صارت مش بإرادتي، وقبلت كل النتائج، قبلت الربح والخسارة، قبلت سوء الفهم حتى سوء الظن، بس ما رح أقبل بقى إنك تعتبري حالك إنك أنت الضحية، وبالواقع أنا الضحية الوحيدة. أنت قبلتي تتجوزي من بعدي، أنا ما قبلت، ما قدرت، بقيت وفي، ما بدلتك بأي إنسانة تاني. مين قالك إني تجوزت من بعدك؟ اللي شفته منك كان كيف إني ما عود اتطلع برجال، ولا اسمح لأي رجال إنه يتطلع فيي. مجد قال لي إنك تجوزتي ورجع توفى جوزك. يمكن قال لك لأنه كان عنده أسباب وما بقدر أقول لك إياها. إذا بتريد بنتي عزمي صديق لها على الغدا، وما في يكفي حديثي معك. مش رح فل لأعرف شو السبب. أنا السبب. هو الصديق يلي عزمته على الغدا. أنا طرحت أسهم للشركة هون وراح أشتري منهم 20%. وأنا بعت المحامين كل المعلومات وعنوان مندوبنا وعنوان فرعنا ببيروت. عال، أنا بس التقي مجدي راح أحطه بالأجواء. المهم المعلومات اللي بعتها تكون دقيقة ومفصلة. بعت كل المعلومات اللي بتطمنهم عن الحجم المالي للشركة، وخصوصا صور عن السنتر اللي بدنا نعمله بالوسط التجاري. يعني كل شيء بيغري صار بين ايديهم. مثل ما قلت لي، اتفقت مع الشركاء هون على الخطة وكلهم موافقين. يعني الفخ صار قدامه؟ أقرب كثير مما بتتصور. لا اطمن. ما راح اطمن غير ما توقع لولا غانم هي وابنها بالفخ. اسمع صريخة واصل لعندي. وإمتى بدي اسمع صريخ هيدي الجاسوسة الواطية اللي عندك؟ مش قبل ما يتم كل شيء إلا مثل ما أنا مخطط، لأنه هي من حساب تاني غير كل حسابات. بخاطرك. الله معك. حاولت أحمي ولادي وأهرب منكم أنت وفؤاد خليفة، ظاهر إنه القدر بعده عم بيعكسني وحط ريان على نفس الطريق. يعني ريان بنتي؟
نعم بنتك. ريان بنتي؟ بنتي بنتي؟ ايه بابا بنتك بنتك. يا تقبريني يا بابا يا تقبريني. شو بقدر اقول لك اكثر من انه حرمت منك كل هالسنين، ما حملتك، ما ربيتك، ما شفتك عم تكبري قدام عيوني. خليني بوس ايديك لاعتذر منك بابا. بكفي قلت لك بابا وعارف اني بنتك. البيانات بتبرهن انها شركة قوية، يعني ما في لزوم نتردد. لازم بأسرع وقت نتصل بالمندوب ونرتب الأمور نحن وياه. عندي سؤال عم يبرم براسي عن الموضوع. في شيء بعد ما عرفناه؟ لا، كل شيء صار واضح. بس سؤالي عن فؤاد خليفي، معقول يكون سبقنا واتصل فيهم ونرتب الأمور؟ أكيد سبقنا واتصل فيهم، لأنه معلوماتنا عن هالشركة مصدرها فؤاد خليفي وخبرتك كيف. بس لو في اتفاق بيناتهم ما كانوا هالقد اهتموا فينا وبنفس النهار بعتولنا كل هالمعلومات. وهيك المسحة صارت جد والوهم تحول لحقيقة، ونطرنا أنا وندى حتى أنت بذاتك تكتشف السر. يعني ندى كان معها خبر؟ هي اللي طلبت مني ما خبرك تيوصل الوقت المناسب. ما كان بدها تطلع من الوعد اللي اعطيتك اياه، وانا احترمت هالشي. ريان، قبل ما عرفتيني وبعد ما عرفتيني ما كان عندي شك ولا لحظه بصدق شعورك تجاهي، وكنت مصدق انه رب ابنه لك لم تلدها زوجة. مع انه قلت لك مره انه ريان ابنه ولدتها لك زوجة، وانت ما معك خبر. بعتقد من طريقة المفاوضات ممكن نعرف فؤاد خليفي لوين واصل مع الشركة. فؤاد صرت عارف اسلوبه، بفاوض وبينطر. عنده ثقة بالنهاية انه رح ياخذ العقد، لانه في ناس وراه بتقدر تضغط على الطرف الثاني كرمال يتنازل. النقطة الإيجابية مع الشركة انها أجنبية، وما حدا فهمون عن الأجانب إلا ما يعطيهم قبل ما يأخذ منهم. بالضبط، هيدا شيء اللي لازم نحن نلعب عليه، منكون صادقين معهم وبيصدقوا معنا. لكن من بكرة رح باشر اتصالاتي وبلش اتفاوض معهم. معك كارت بلانش، بخاطرك. الله معك. بدي منكم وعد. عاصي ما لازم يعرف إنه فؤاد بيو قبل ما أخذ حقي بإيدي. وبعدين لك الحادث حديث. بفهم اللي عملوا فيكي فؤاد خليفة، بس عاصي حرام يوقف بوج بيو بالطريقة. نحن إلنا حق وبدنا إيه، ورح ناخده على طريقتنا. ما عاد فينا نتراجع، وما بقى في مجال للعواطف بهيك موضوع. ماما أنا ولا مرة تدخل بأمور الشركة ولا سألت، حتى أنتو ما أخذتوا رأيي بمواضيع البزنس، وهلأ كمان ما رح أتدخل. بس عاصم مثل ما هو ابنك خيي كمان، بديك تعطيني وعد بالوقت المناسب تخبري الحقيقة مثل ما هي، وتحترمي رأيه شو ما كان، وتتركيه ياخد القرار اللي بيريحه. بوعدك. صار معك أسماء الضحايا المفترضين وكيف الطريقة اللي بفوضوا فيها. ما تكون صعب ولا تكون لين، فوض بجدية، ما تذكر اسمي، خليهم يحسوا أني مهتم بالموضوع كتير. منك متعلم ومستفيد، أنت أستاذنا الكبير. وهلأ تفضل معي للتعرف على مكتبك. تفضل.
ماما تسمحي لي روح مشوار مع البابا وبرجع؟ مثل ما بتريدي. رح اترككم مع بعض شوي. بابا انا نازلة انطرك تحت. بعتقد صار من واجباتنا نجتمع كعائلة. ما في مشكلة نرجع نجتمع كعائلة بس كرمال ريان، لأنه أنا وإنت مش ممكن يرجع شي يجمعنا، وهيدا قرار النهائي. اسمعيني رولا، ولآخر مرة، كل قلب بدق كرمال الحب هو قلبي أنا. كل عشاق اثنين، انت وانا. كل شي بسترجعه بذاكرتي له علاقة فيك انت. كل كلمة، كل همسة، كل غمرة بيناتنا مش ممكن ننساها، لان الحب اللي بيسكننا مرة ما بيطلع منا للأبد. انا مريض فيك وما بدي اشفى، وهيدا قراري النهائي. بكره بتكون السكرتيرة عندك، والسيارة كمان، وعندك حساب بالبنك، وهيدا دفتر التشيكات. ما في لزوم لهالشي كله، حسب ما خبرتني على جماعتك، الظاهر ما رح يخلوني اقعد كتير هون. ما ترتاح لهم كتير، وخلي ذكاك يشتغل، وما تعمل أي شيء بدون ما تعطيني خبر. غدا اجوا فجأة، فرح عن بالي احكيك. عندي اخبار كتير منيحة. بخصوص لندن، الامور هيئتها ماشية على الطريق الصحيح. شو قالك مكرم؟ عامل كل اتصالاته. الشركة برا وضعها كتير قوي، بكرة رح يتصل بمندوبة هون ويتفاوض معه. عرفت قديه فؤاد واصل مع الجماعة؟ لوين ما وصل ما بهم، المهم نعرف شو سياسة هالشركة لنعرف نفاوض. طيب حبيبي، اتصل بمكرم يلاقيني على الشركة. اوكي ماما، ناطرك. هاي ندى. هاي، في ناس حابين يشوفوك. اللي زمان ما شفت هالوجه الحلو. ايدي يلي كنت احلم فيه يتحقق، صار عندي بنت، ريان بنتي. واقف قدامي ومش عم بقدر صدق. وانت واقف قدامي وانا ما عم صدق. معقول نرجع نجتمع بعد كل هالسنين؟ Thank you.
يلي انحرمتوا منه بالماضي انت وبنتك ترجعوا بتعوضوه بالمستقبل. والغلط اللي صار بينك وبين رولا لازم كلنا نتعاون حتى نصلحه. انتوا عملتوا اللي عليكم، بس هالموضوع انا وحدي رح صلحه. على القليلة بالوقت الحاضر حب ريان بيجمعنا. عندي شعور انه الماما ما بقى رح تحاول تخسرك، مش بس لاني بنتك، لانه الحب اللي بيناتكم بيستاهل يستمر. رولا ما حبت حدا غيرك وما حاولت ترجع تحب، بس اعطيها شوية وقت لحتى تكتشف قديش كنت صادق بحبك لإلها وقديش الظروف وقفت بوجه الحب. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو الأستاذ بعد ما رجع؟ لا أنت ما كنت معه؟ لا ما أخذني معه، ما بعرف ليه. بيكون عنده شي موعد مهم وما بده حدا يعرف مع مين. ما أنا ما بيخدني معه إلا على المعيد المهمة. انطره، ليه مشغول بالك هالقد؟ آخ لو بتعرفي إنه كل خبرية عنه عم بقبض عليها قد معاشي عمرتين. أنا مش قادر أفكر، حسي حالي تعبان شوي. بكي شي ماما؟ لا حبيبي شوية تعب، بكرة بصير أحسن. بكرة رح أخذ موعد لأعرف شو عم فكروا الجماعة وبرجع بحطكم بالأجواء. إذا قدرت تعرف بطريقتك شو عارض علي وفؤاد حتى نقدر نواجههم بدون ما نخاف. الأهم من هيك لازم نعرف شو علاقة فؤاد بهالشركة وكيف تم الاتصال بيناتهم. صح، ما بدنا يكون عملنا شي فخ. بالإذن. بعده مثل ما تركته أمريك. كنت كل ما اجي على البيت شوفها قدامي كأنها ما تركته ولا يوم. بالرغم من انه اللي حبه وتعذب وكبار وانه بكل قصص الحب الخالده نهايتها حزينه، قصه حبكم انت والماما كبيره وعظيمه عكس كل القصص، نهايتها سعيده. ما في سعادة على وجه الأرض بحجم سعادتي. عم تتخيلي شو معناتها إنك أنت بنتي؟ بنت من الإنسان اللي حبيتها أكثر من حالي؟ الحب عندي تخطى كل النهايات، صار حب مش طبيعي. بابا أنا ما بقدر أتركك لوحدك ولا بقدر أترك الماما لوحدها. رح يضل الوضع مثل ما هو حتى نجتمع كلنا، أنا وأنت وعاصي والماما بفرد بيت. من هلأ لوقتها ما بقدر إلك أكتر من إنه بحبك من كل قلبي. وأنا كمان يا بنتي بحبك من كل قلبي وأكتر بكتير من حالي. هيام في أمور كثيرة لما يجي الوقت المناسب رح خبرك إياها. من هلأ لوقتها بحب تعرفي إنك إنسان قدرت تقنعني إنه الحب واقع مش كذبة. كأنك عم تفهمني إنه العلاقة بيناتنا تما أقول الحب بلشت كذبة؟ مش هيدا قصدي، ما تستعجلي المراحل. قلت لك بالوقت المناسب رح تعرفي كل شيء. يعني في شيء ما كان صح بيناتنا؟ ما تشغلي بالك كثير، يلي رح تعرفيه رح يقوي العلاقة بيناتنا. الو ريان؟ نعم مين معي؟ ناريمان. ايه ناريمان؟ سوري عم بتصل فيكي بس ضروري شوفك. ليه في شي؟ في موضوع لازم نحكي فيه سوا وما إلي حدا غيرك تتساعديني. اي موضوع؟
موضوع علاء، بليز ضروري شوفك اليوم. أنا بالمستشفى، فيك تجي لعندي إذا ما عندك مانع. بأي مستشفى؟ مستشفى الأرز. أوكي في أمشي هلأ؟ ناطرتك، اسألي عني على الريسبشن. باي باي. عندي سؤال بس ما بعرف إذا هلأ الوقت المناسب حتى أسأله. بقدر جاوبك على أي سؤال بأي وقت. أنت أكيد أنك بتحبني؟ الحب مش سؤال وجواب، الحب إحساس منتبادله، وإذا عندك هالإحساس يعني عندك الجواب. أنا بحبك من دون الشروط، بحبك وبعرف إنه المستقبل معك علامة استفهام ومستعدة لكل الاحتمالات والنتائج. أنت بتعرفي وضع المادة، سؤالي تقدري تنطري حتى ابني حالي وتضلي وفية لهالحب؟ أنا بحبك وصادقة بحبي ومش هممني مستواك المادي والاجتماعي. هيك عمل مع صاحبه فيي. بس أنت غلطتي. يمكن غلطت بس ما حدا معصوم عن الغلط. يلي عملتيه بيقولوا له خيانة أو لحظة ضعف، ما عندي إلا مبرر. وشو المطلوب مني هلأ؟ تساعديني حتى صلح الأمور بيني وبين ألا، وأنا مستعدة لأي شيء رجعني لإله. والله يا ندى ما بيصح إلا الصحيح. أنا غلطت لما قلت له إنه جوزت من بعدك، بس ما غلطت لما بقيت على وعدي لرولا. وأنا بعتقد إنه إيدي فهم هالنقطة، ولو ما كان هيك ما كنا أول ناس رجع يشوفنا. مهم هلأ ريان عرفت بيا وبيا عرفها، هيدا أول هم خلصنا منه. بعد فيه هم خيا يعرف أي حقير بيو. على كل حال فؤاد خليفة ما بيستاهل يكون عنده ولد وشاب مثل عاصي. إن شاء الله رولا تقوم بهالخطوة قبل ما يفوت الأوان. فكرك أنا لو محل رولا كنت بعترف بهيك إنسان مثل فؤاد خليفة؟ مساء الخير. أهلا ألا، تفضل. مفروض أعزمك على العشاء الليلة، فاجأتيني وعزمتيني على الطوارئ. لأن في موضوع طارئ لازم نحكي فيه. تفضل. في مواضيع كتيرة لازم نحكي فيها. ما هي موضوع بتحبي نبلش؟ موضوع نريمان. هلأ صار عندي قناعة تامة إنه ريان لابني أنا مش لحدا تاني. يعني بعدني لحد هلأ مني عارف كيف ابني بالآخر اقتنع إنه نريمان منا لإله. الفضل بيرجع لريان، لو ما هي حده ابنك ما عارف يفرق بين البنت اللي بتعطي من قلبها وبين البنت اللي بتاخد وما بتعطي. بس أنا ولا مرة حسيت إنه في شي بينه وبين ريان. دخلك ليه أنت قديه بقيت حتى حسيت إنه في شي بيني وبينك؟ بليز ريان، موضوع نريمان صار من الماضي وما بريد انت بالذات تكوني قاضي الصلح بيناتنا. تذكر انه انت كمان طلبت مني نفس الطلب. اسمعيني منيح ريان، لو كنت بعدني بحب نريمان كان ممكن اتخطى خيانتها ولاقيلها عذر. لو كان بعدها بتعنيلي كان ممكن كمان ما اطلب من صاحبي يكشفها قدامي، لانه هيك طلب بده جرأة. واللي كان مثلي ضربه ضرب حب أعمى ما عنده هالجرأة أكيد. بس هلأ صار عندي الجرأة أقلك إنه موضوع نريمان انتهى للأبد، مثل هلأ صار عندي الجرأة أقلك بحبك بحبك. سوري. مع أنك الآن وقبة أجمل نساء الدنيا.